سيد حذيفة، ما موقف المؤسسة العسكرية من هذه التهم الموجهة لعمران خان؟ طبعا المؤسسة العسكرية حتى هذه اللحظة هي يعني صامتة، لم تحرك ساكنا، لم تتدخل مباشرة في الشأن السياسي، لم تحاول حتى نقول التوسط ما بين الأحزاب السياسية بشكل مباشر. المؤسسة العسكرية تنأى بنفسها عن الدخول في المعمعة السياسية الحالية، هي تقول يعني هذا زرعكم وهذا حصادكم، أتفاهموا فيما بينكم. ولكن المؤسسة العسكرية كما هي عادتها دائما من دعمها لمن هم في السلطة، سواء حينما دعمت نواف شريف أو دعمت آصف الزرداري أو حتى كانت هي الداعم الفعلي والمحرك الفعلي لحكومة عمران خان على مدار 4 سنوات الماضية، هي أيضا تدعم الحكومة الحالية بكل ما لديها وما في طاقتها. لأن هدف المؤسسة العسكرية ليس هو دعم حزب أو دعم شخص، وإنما هدف المؤسسة العسكرية هو دعم باكستان وألا تتحول باكستان إلى سريلانكا أخرى. يعني تتكلم عن سريلانكا، لدينا هي مثال في آسيا وفي جنوب آسيا على تردي الوضع السياسي والاقتصادي في سريلانكا، أشعل سريلانكا تماما. باكستان تنأى بنفسها عن الوصول إلى هذه الدرجة وأن تصبح باكستان سريلانكا الثانية. فالحديث عن دعم المؤسسة العسكرية للحكومة الحالية هو ديدا المؤسسة العسكرية من دعم من هو على السلطة أيا كان هذا، لأنه في الأخير الهدف هو دعم باكستان ودعم المواطن الباكستاني، ليس دعما لأشخاص على حساب البلد.